خبرين فكر أصدق رواية تظهر أسرار العقيدة والولاية من حبيبي التضحية أوضح علامة ومن جنودي المرتضى شمس الهداية يا حبيبي بكربلاء عادك شلون بالشهادة يقصون الحكاية يا حبيبي بكربلاء عادك شلون بالشهادة يا حسين ويا علي أحلى الهرايا يا حبيبي بكربلاء عادك شلون بالشهادة تنسون الحكاية خضبي الشيب الدم يا حسين ويا علي أحلى نهاية لحظة من عمره عاش ينساها لحظة من عمره عاش ينساها الجنة من يمه ننشر الضياء جنة من يمه تنشر الضياء سلمي عليك رحمه يذكر اسمه سلمي عليك رحمه يذكر اسمه يطبع بشوقه ويقرا يقوم يطبع اليوم زينب الحارة تعطيك وتعيش معاك الله الله يا حبيبي بخويا تصرخ ليلة العاشر في الصفوة يمك باكر الدور الحرب ايدك على النار باكر تفكر بلدي تجارة دمك باكر يفكر بلدي تجارة دمه يوقف يضرامي يوقف يضرامي مصرع الحسرة يوقف يضرامي مصرع الحسرة وداعة الله يا ناصر العيد وداعة الله زينب الحارة تحصيك وتحيش مات الله الله يا حبيبي بخويا تصرخ بليلة العاشر في الصفوة يمه باكر يدور الحرب ايدك على امه وباكر يتفكر بلحيل تجارة دمه ويوقف الضرامي مصرعك حسرة ويوقف الضرامي مصرعك حسرة وداعة الله يا ناصر العطرة وداعة الله يا ناصر العطرة صفوة الصحابة يوقف على بابك تصرخ ابنك
مرابة وعلي جينا انصرك يا مظلوم ترتوي بالدموم كربلاء فيها اليوم مجددا انسى كل وجعنا حبك الجمعنا قوي يصيح الشيخ قبل العدا تسمع موت والفرد لما أبقى يا حبيب بلادك مثل المصرى ولو سبع مرات جسمه يتقطع يصيح بشيمته وكل العيد تسمع هي اروح بهالفرق الا ما اروح يا رسالة سبعي مرة جسمه يتقطع يصيح شيء يشتغل العين